الحاجة الأولى اللي تربحها في حياتك هي الأشخاص والناس والمدن اللي تعيش فيها، تكون تلعب في أي فريق، هذه الحاجة الأولى، لأنه الأموال رزق الله، ربي نهار يحب يرزقك يرزقك، نهار يحب ينحيلك ينحيلك، هذه أولا. ثانيا المحبة تاع الناس مهما كان الحال، ما تشريهاش بدراهم صح، كما يقولوا ما البليزير تاعك الناس تفرح وتفرحها ودير أشياء اللي تفرح الناس وكبار عجايب. سيرتو حنا كما يقولوا، أنا خاصة 2014 معي فاق سطيف شفت أشياء بالك تقعد لي في الذاكرة، وين تشوف ناس كبار 70 80 سنة فرحانين ويجروا مور البوس كي يدينا كوب دافريك. من الناحية المادية كما قلت أنت، الناس تشوف يقول لك جواري سيني ويدير قدام، والله صراحة والله غير سي كاتاستروف بارابور واش أنا عايشين. اللاعب الجزائري بالك هو اللاعب كما يقولوا لو في لو موند اونتي، شو تسمع لي سوم هادو، بصح في الواقع ما كان والو، والله في الواقع ما كان. انا قلت لك محبه الناس وتربح كما يقول المعزه تاع الناس، الدنيا وما فيها.